أكد عضو مجلس النواب عبد الهادي القصبي أن اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة بذلت جهدا كبيرا في مناقشة البيان. وخلال تصريحات له للتلفزيون المصري عقب ختام أعمال اللجنة، لفت القصبي إلى أنه كانت هناك حالة من التفاعل غير المسبوق وتساؤلات من قبل أعضاء اللجنة وردود من قبل التنفيذيين. في ختام أعمال اللجنة اليوم في حالة تفاؤل ببرنامج الحكومة المقدم، وفي النهاية بنتفق على تعاون كامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأكدنا للسادة الوزراء بأننا سنتابع مؤشرات الأداء يعني يوما بيوم وأسبوعا بأسبوعا وشهرا بشهر، ثم نفعل أيضا الأدوات الرقابية للسادة النواب للتأكد من تنفيذ هذه البرامج وفقا للمعدلات الزمنية ومواعيد الزمنية التي أعلنت. لكن في النهاية هناك تصميم الحقيقة من الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج. أيضا ظاهرة طيبة في الحقيقة هي التكامل ما بين السادة الوزراء والتواصل الدائم رغم عدد الأيام البسيطة الماضية، لكن بنجد الحقيقة تنسيق كامل ما بين الوزارات، وده أمر الحقيقة السادة النواب كانوا بيطالبوا به. واضح جدا في الحكومة أنها ستبدأ تنفيذ برنامج عملها بالتواجد في الشارع المصري وأيضا بالتكامل البيني، وهي مسألة غاية في الأهمية. ربما بعض الملفات كان فيها تعارض وصعوبة في التنفيذ، مسألة ضم بعض الوزارات التي يعني وجه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعطاءه توجيهات الحقيقة لكل السادة الوزراء بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطن المصري. لمسنا هذا أثناء المناقشات، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب من أجل غد أفضل إن شاء الله.